أغلقت المصارف اليونانية أبوابها الاثنين في حين يترقب التجار الزبائن ويأمل الموظفون لديهم تلقي رواتبهم في ظل فرض قيود على حركة الأموال خلال أسبوع غير مسبوق في البلاد التي يعتمد اقتصادها على السيولة. وقد فرض حد أقصى لسحب مبلغ 60 يورو يوميا علما أن المصارف ستبقى مغلقة حتى 7 تموز يوليو في قرار اتخذته الحكومة لمنع انهيار النظام المالي في البلاد. كان عليهم أن يعطوا كل الأموال للأجراء لا أن يبقوها في المصارف. الموظفون الذين دفعوا مستحقاتهم يتركون اليوم من دون مال بستين يورو فقط يوميا. صباح الاثنين كان كثير من أجهزة الصرف الآلي من دون أموال، وأدى قرار رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس السبت الدعوة إلى استفتاء حول مقترحات دائني البلاد إلى نفاد المال من غالبية آلات الصرف التي شهدت طوابير انتظار طويلة للحصول على بعض السيولة.